أما موضوع انتخاب رئيس المجلس، اولا هو مو قانون، يعني بحيث انه هو في فقره صارت او ما صارت او عدلنا او ما عدلنا، لا، رئيس انتخاب المجلس الكل الشخصيات اللي ينتمون الى كتل سياسيه كان توجيه من الكتل السياسيه. اما اللي ما عندهم كتل سياسيه اللي هي يعني اللي الاخت يعني قالت عنهم المستقلين، ما حد فرض عليهم شيء ولا حد قال لهم تعالوا انتخبوا فلان او لا تنتخبون او حضروا او لا تحضرون. بقى باقي الاعضاء بالكتل السياسيه عندها كتلها السياسيه اللي هذه الكتله يعني بالاتفاق السياسي كل كتله سياسيه ترسم خطتها بالعمل وانت لك حق تنفذ او تلتزم. فهذا كان الالتزام، فاين الخطا في هذا؟ هذا الموضوع الاتفاقات والكتل السياسية موضوع عالمي، مو هو موجود بس بالعراق، مو هو موجود فقط بحكومتنا.